هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا ليش يديرهم هشام عبود جيش يديرهم دوما الإرهاب يا تذكير لنكارين الخير، تذكير اللي عندهم ذاكرة الله ينوب ما فيها والو. ان في سنة 58 لما تأسس فريق جبهة التحرير الوطني واللي كان عنده صدى اكثر من عمليات اول نوفمبر 54، الصدى نتاع هروب 10 لاعبين من الأندية المحترفة الفرنسية واللي كتبت عليها كل الصحف على اون الصفحة الأولى، تصدرت صفحات تاع الصحافة الفرنسية وحتى الصحافة الدولية، وهروب لاعبين 10 لاعبين من الأندية المحترفة الفرنسية باتجاه تونس. صدى تاع هذيك العملية من عمليات ليلة أول نوفمبر. نوفمبر الصحافة خبير صح في الصفحة الأولى، هذا ماشي شيء كبير في الصفحة في الصحافة الفرنسية، في لاميد بودا في الصحافة المحلية اللي كانت تتكلم. إذا هذا تشكيل فريق كرة قدم تعجب التحرير حاجة كبيرة، والفيفا منعت كل المنتخبات الوطنية باش يلعبوا مع المنتخب الجزائري منتخب جبهة التحرير. طبعا الأولى هي تونس اللي فتحت البيبان، فتحت أراضيها، تونس كانت فاتحة أراضيها من 54 وقبل 54 وخلصت الثمن بساقية سيدي يوسف بن زرت عدة عمليات. تونس أول بلد اللي لعب مع المنتخب الوطني الجزائري، لعبوا الماتش الأول الثاني الثالث الرابع، والمنتخب الجزائري استنى مع شكون يلعب، الناس خايفين. مصر اللي تدعي أنها سيادة الثورة الجزائرية كلمة نجيب قلت مصر ما لعبوش ماتش واحد ولو مع فريق، مش المنتخب المصري، مع فريق كاتريام ديفيزيون تاع مصر ما لعب. بعد تونس طبعا المغرب، المغرب لعب مع الفريق الوطني، المغرب كان عنده فريق قوي في كرة القدم وكان باش يشارك في منافسات كأس العالم. سلطت عليه عقوبة من عند الفيفا سنتين ما تلعبوش ما تشاركوش في منافسات دولية. التاريخ لا ينسى يا ناكر المعروف، التاريخ لا ينسى. إذا اليوم الجزائر باش تتعاقب عامين بدون منافسات دولية ماشي على اختراكش، لا فيفا تمنع اللعب مع منتخب مغربي وإنما على اختراكش عصابة الحرام الحاكمة في الجزائر تطاول وتزاود وبدا وقال ما لعبوش مع المرأة على خاطر الخريطة ديالو ما ناش معترفين بها. انت ما تعرفش بها على روحك، الماريكان ما تعرف بها، والماريكان السفيرة ديالو دايرة فيكم التير. نعم السفيرة ديالو قولوا لها السيادة، قولوا لها السيادة، روح قول الماريكان علاش تعترف بمغربية الصحراء، روح قل فرنسا وعلاش تستثمروا 10 ملايين دولار في جنوب المغرب في الدخلة وفي العيون، روح قل فرنسا وعلاش تخافوا. ايه فرنسا نحت لكم هذاك البريفيلاج تاع الدلال تاع المدلالين، خلاص ما خليتوش مدلالين مع فرنسا ستيرميني. دونك شوفوا اليوم كيفاش. البارح المنتخب المغربي المغرب تعاقب سنتين
بدون منافسة دولية بسبب احتضان منتخب جيش التحرير الوطني. جبهة التحرير الوطني ولعبوا معاهم. ممكن غضب من المحتمل جدا أنه الجزائر تعاقب بسنتين بدون منافسة دولية لأنه فريق جزائري فض يلعب مع فريق مغربي اللي حامل قميص مصادقة عليه لكاف. وروح للطاس وزيد قولوا الطاس ثاني فيه الكولسة، الناس كلهم ما همش ملاح إلا احنا. الكاف فيها الكولسة، لا فيفا فيها الكولسة، زيدوا الطاس فيه الكولسة، دونك الناس كامل مش ملاح غير احنا الملاح. هذا يقول هذا الفكر الفاشي، هذا هو الفكر الفاشي. لو يعني العالم كامل يقول لك راهي بيضة نقول لك على راهي كحلة. والغالي في الأمر أنهم يحبوا يدبدبوا الشعب الجزائري، ولكن الشعب الجزائري والله ما هو سامع بهم. عمرو اصطاد بالعسكر والبوليسية وما قطعوش، ودرك نشوفوا عرض من شاب جزائري مناصر تاع اتحاد العاصمة وليد الشعب. تسمعوا واش يقول، شوفوا هذا بعد الفاصل.